يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكا لإجراء المزيد من المحادثات بشأن سبل حل الأزمة الأوكرانية، وذلك في حضور المستشارة الألمانية أنجلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند. وكان الرئيسان قد التقيا على هامش المنتدى الآسيوي الأوروبي الذي التأم في مدينة ميلانو، حيث وصف بوتين اجتماعه بالرئيس الأوكراني بالإيجابي، فيما أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي عن تفاؤله بالمحادثات التي وصفها بالبناءة. لقد كان إفطارا إسميا فقط، حيث لم يتناول أحد القهوة الإيطالية ولم يترك شخص مقعده لمشاركة الشاي والقهوة والحليب. إنها إشارة مهمة حول ضرورة الحوار، وأتمنى أن تحمل الساعات المقبلة بعض التقدم. الآن بعد اجتماع ميلانو أنا أكثر تفاؤلا وآمل من أن نتمكن من العمل معا بقوة أكبر. أما الكريملين الذي أصدر بيانا بعيد المحادثات فوصفها بالصعبة والمليئة بالخلافات الكبيرة. يوم جديد من المحادثات الثنائية والمتعددة في ميلانو تبدو فيه مواقف بوتين وبوروشينكا متباعدة. كل المؤشرات توحي بأن ما يجري ليس سوى يوم إضافي في طريق محاولة حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.